السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالعادة انت لما تيجي توقف راح تصير معك الإشارة هاي اوتوماتيك، راح تصير معك الإشارة هاي اللي هي أرابايت سايت. فاحنا شو بدنا نعمل؟ انا وقفت لي نفرض بدي اخلص اطالع الفار كارتة، تكبس على هاي الخروج. اول شغلة قبل ما تكبس عليها تحط على إشارة الهاء أو حرف الهاء، هاد شايفينه لازم تغير على حرف الهاء، وبعدين تطالع الفاركاسة تكبس عليها. هلا قرأ الكنية تبعتي الهبة دوشلاند، تكبس أوكي إذا عطك دوشلاند. هلا كمان عم يقرأ البيانات اللي أنا سقت فيها، تمام؟ يقول لك انت بدك ورقة، تقول له لا اوكي ناين مضبوط، تكبس اوكي تطلع الفاركارتة مثل ما انتم شايفين. هلا طلعت الفاركارتة بدي ارجعها، لنفرض انه انا جيت الصبح، ترجعها هون تكبس عليها شوي تتركها، تمام؟ بدها تقرأ البيانات، تمام؟ شايفين كنيتي الهبة. هلا بدنا ننتظر شوي، طبعا هنا معطيك يا تكبس اوكي، هنا يعطيك داين، لا لازم تكبس بهاي تغيرها تحطها يا انه تتبع القوانين. اوكي انت المنطقة دوشلاند، تمام؟ انت خلصت الشغل الساعة 10:30، لا دوشلاند اوكي يا خالصين. هلا اوتوماتيك راح تصير معكم، اشتغلت الفاركارتة نظامي، ما عندك اي مخالفة عليها. شكرا لكم جميعا، وارجو دعم الفيديو، ادعموا لايك واشتركوا بالقناة، وشكرا للجميع.